انا اتفاجئت طبعا بالحكم، وفي نفس الوقت اتفاجئت اصلا انه قدم حاجه زي كده ساعه ما قدم يعني الطعن يعني. اتفاجئت. اتفاجئت، لان احنا دائما بنقول في اللحظه دي ان نادي الزمالك محتاج استقرار، محتاج الناس خلاص بقى تلجا للصندوق، ما تلجاش للمحكمه، عايزين نبعد عن نادي الزمالك فكره المحكمه والاحكام، لان حقيقه الامر شايفين النتيجة قدام عينينا دلوقتي. بسبب ايه؟ برغم يعني احقية الجميع في التقاضي، مفيش مشكلة أكيد خالص، أكيد. ولكن كنا نتمنى وكنت اتمنى ان الصندوق هو اللي يجيب مجلس الإدارة القادم باختيار من اعضاء جمعية عمومية، والكل يلتف حول مجلس الإدارة عشان نحدث حالة الاستقرار اللي احنا بقالنا كتير بنتكلم فيها بالظبط. واهميتها عشان النفق المظلم اللي في نادي الزمالك، ولكن مش هو ده اللي الناس عايزاه تقريبا. ف اللي هم مين الناس؟ الناس اللي دائما وابدا بيلجأوا للشكل الغير معتاد. احنا لما نشوف يا استاذ امير، هو احنا عندنا كام نادي في مصر؟ عندنا كتير كتير صح؟ طبعا، كام نادي بتسمع عنه هذه المشاكل القانونيه والقضائيه؟ كام تقريبا نادي؟ تقريبا نادي واحد. تقريبا يعني ليه؟ ما ده السؤال، ليه؟ احنا عايزين من الزمالك، لو انتوا عايزين كده خلاص كنا نتمنى صدقني ان الموضوع يسير بشكل غير كده، ولكن وان خلاص حدث ما حدث اوكي، فاحنا برضو لنا خطوات ان شاء الله ناخدها، اجراءات قانونيه ايه برضو. بقى الاجراءات برضه عشان الناس تكون عارفاها ومتابعه؟ هو طبعا الحكم الصادر النهارده هو حكم ليس نهائي، اوكي. هو حكم في الشق المستعجل وليس الموضوعي. احنا نتقدم برضو من خلال المستشار القانوني للقائمه، هنتقدم باجراءات بقى اللي هي الطعن والاستشكال. الامور القانونيه دي على فكره انا يعني مش ملم بيها مش قوي شاطر يعني، فيها قوي. لا والله يعني دايما مش بتوع مشاكل يعني، احنا دايما بتوع ان احنا نحاول نبني شيء مش نهد يعني. فبالتالي يعني انا ما افهمش حقيقه قوي في الامور دي، ولكن من خطابنا او نقاشنا مع الساده بقى القانونيين يعني ايوه. المحترمين، الناس مطمنين يعني، احنا موقفنا الحمد لله مطمنينك. جدا. كنت قلت لي ان انت تفاجأت اصلا على الطعن اللي معمول ضد الدكتور حسام المندوه، وبالتالي ما كانش الاهتمام بالنسبه لك يعني بالشكل المطلوب بخصوص النهارده الجلسه، لانك كنت متاكد من موقفك سليم، ولا كنت قايس الموضوع ازاي؟ لا انا اول اتفاجئت الاول، لان احنا زي ما قلت لحضرتك كده احنا كنا عايزين نسلك مسلك غير كده جوه نادي الزمالك، ماشي. وانا كنت شفت حقيقه شواهد لهذا المشهد يعني، ايوه، او شواهد بتؤكد اللي انا بقوله دلوقتي، ان كلنا احنا شفناها في الحقيقه. ان احنا في حاله الروح حلوه، مختلفه، الدنيا ان جميله. احنا الروح جميله، بنشوف بعض، بنسلم على بعض، مش عارف ايه، بنقعد نتكلم في افكارنا، نعمل ايه، نسوي ايه، لما حد بيقول فكره حلوه حتى لو من بره القائمه، والله بنقول برافو عليك، انت عندك افكار كويسه، لو ربنا وفقك خير وبركه، ربنا ما وفقكش تنضم للمجلس اللي موجود وتشارك برضه بافكار، كان في حاله يعني. هذه الحاله احنا متخيلين ان هي تبني نادي الزمالك. اما الحاله العكسيه اللي موجوده اللي هو اللي احنا فيه النهارده، بالظبط، اللي هو عشان كده اتفاجئنا بهذا الطعن. وبعدين ده كم طعن مقدم؟ ده طعون كتيره جدا يعني، يعني في انا برضه طعون كتيره جدا مقدمه، ولكن يعني مش عارف يعني انا في الاخر تفسيرك لكده ايه؟ يعني كم الطعون دي على مختلف الاسماء على فكره، مش حضرتك ما بس. هو بالظبط الاسم، تفسيري برضو ان ما زالت الحاله او الصوره الذهنيه لسه فيها تشبث بهذه الاليه للتخلص من المنافسين. وعايزين نقول يا جماعه التخلص من المنافسين ياتي بالصندوق، احنا بالصندوق. داخلين انتخابات، يجي بالصندوق، لان في الاخر احنا كلنا هنلجا ليه، اللي هو عضو الجمعيه العموميه اللي هو هيقول رايه في الاخر. ولكن لسه برضو احنا متاثرين بهذا المشهد، ان احنا يعني لازم نلجا للمحاكم وخلافه. مش عارف اخره المواضيع دي ايه، هل اخرتها صلاح لنادي الزمالك، ولا اخرتها برضو نمشي في نفس السكه اللي احنا ماشيين فيها؟ طب انا عايز ادخل في التفاصيل يا دكتور، يعني ايه اللي حصل؟ يعني رؤساء وما الانديه حصلش حاجة، مش عارف ايه اللي حصل. يعني الموضوع غريب شويه يعني. طب بتقولها لهؤلاء من هم يعني يلجؤون للطاعون لا والكلام من انا ده؟ قبل ما، معلش يعني اسف على المقاطعه، ولكن هقول لك، انت بتقول هو ايه اللي حصل برؤساء الانديه، انت عايز تكمل لان المشهد غريب. طبعا. هو احنا بنقول ايه عشان الناس برضه تبقى يعني اللي مش عارف الموضوع؟ انا راجل عضو مجلس نواب، مظبوط. طب فبيقال ان عضو مجلس النواب ما ينفعش يكون عضو في الانديه الرياضيه، واحنا عرضنا اللائحه على فكره. احنا لما نيجي نشوف حاجه زي كده بتفسيري انا البسيط يعني،
ان انا بلجأ الى القانون. هو الدستور بيقول يجب على عضو مجلس النواب التفرغ كما يفسره او كما يوضحه القانون. يبقى انت كده محتاج تروح للقانون عشان نوضح بقى. بالظبط، صح ولا غلط؟ مظبوط. فلما نروح للقانون، القانون ناصص على جهات بعينها. ايوه، ما ينفعش عضو مجلس النواب يعني عضو حكومه محافظ نائب. ممكن يا جماعه استاذنكم نعرض اللائحه اللي احنا اتكلمنا عليها، اللائحه الداخليه لمجلس النواب اللي عرضناها من شويه للمشاهدين ووضحنا القصه بالظبط. وطبعا دكتور حسام المندوه بيتكلم، يعني اهو ده غلاف بتاع اللائحه يا جماعه. بالمناسبه الحاجات دي يعني جايه لنا احنا على وجه الخصوص يعني، وقبل ما الدكتور يجي بدقايق كمان يعني عشان حضرتك تبقوا عارفين. بس يعني هل ينفع في برنامج رياضي كنا نتكلم في الامور دي؟ هو بس احنا مضطرين. لا يعني قصدي الحاله متغيره. شفت بقى يعني ده الوضع. نتكلم هنعمل ايه في الزمالك يعني. تكلمنا عن القيد وايقاف يعني. أيوة تكلمنا عن الامور دي بس طبعا. احنا بنتكلم في امور ثانيه خالص. طيب ده دي اللائحه يا جماعه الداخليه بتاعه مجلس النواب اللي عرضناها من شويه. تعالى للفصل الثاني يا دكتور اهو، احوال عدم الجمع. الماده 353. ايوه بالظبط. لا يجوز. اللائحه دي عن القانون يا استاذ. ايوه طبعا طبعا. القانون داخل مجلس النواب. لا يجوز الجمع بين عضويه مجلس النواب ومجلس الشيوخ او الحكومه او عضويه المجالس المحليه او منصب المحافظ او نائب المحافظ او مناصب رؤساء الهيئات المستقله. أيوة. والاجهزه الرقابيه او عضويتها او وظائف العمد والمشايخ او عضويه اللجان الخاصه به. كلام اظن واضح جدا. طب نيجي الحته اللي ممكن تقول الناس ايه، طب ايه هي الهيئات المستقله؟ ايوه ممكن يعني الناس تقول ممكن هيئه مستقله دي هيئات تصدر بقانون خاص بيها. زي مثلا هيئه قناه السويس. يعني في هيئات مفهوم بعينها. طيب اما احنا كانديه، احنا انديه مش هيئات مستقله. لان احنا في الاخر حتى قراراتنا لازم تصدق من الجهه الاداريه. فعندنا جهه اداريه بنتبعها. فانا هنا مفيش استقلاليه ليا كنادي يعني. ده على فكره انا اللائحه دي معايا من فتره من اول ما دخلت المجلس. ولكن لما حصل الطعن قرينا المواد دي كلها. ففي الاخر برضو حتى لما فسرنا الحاجات اللي مش مفسره للبعض برضو ما لقاش فيها مشكله. بالظبط، لان الهيئات الرياضيه هي هيئات خاصه ذات نفع عام. ده تعريف الهيئات الرياضيه. ذات نفع عام. بالظبط. ولا تتبع وما لهاش استقلاليه. بمعنى استقلاليه قرارك خالص. لازم في الاخر في جهه يعني جهه اداريه ما محاضر الجلسه مجلس الاداره بتصدق من الجهه الاداريه يعني في الاخر تعتمد من الجهه الاداريه. طبعا متعرض عليها. متعرض عليها. طيب الفكره في الامور دي كلها، وانا برضو مش عايز اخوض في هذا الموضوع في تفاصيل القانونيه دي. لان برضو مش عايز حقيقه اعلق على اي حكم قانوني. طبعا طبعا طبعا. وخاصه احنا لسه في الدرجه الاولى في هذا الحكم يعني. ولكن انا بتكلم بصوره عامه. اللي عمل الكلام ده ده واحد ايه عاوز يبوظ الليله. يعني يضرب كرسي في الكلوب زي ما بيقولوا يعني. طب انت هدفك ايه؟ ما انا برضو مش عارف حقيقي الهدف ايه. مش عارف الهدف. لا انا مش عارف الهدف لان برضو يعني مستغرب. المرشحين كلهم احنا بنلتقي ونتقابل. طب انت هدفك اللي عملت الطعون دي ان انت تمشي حسام المندوب لمصلحه مين؟ المنافسين مثلا في الانتخابات. يقول والله عشان يقول لك مثلا والله عشان ما يطعنش. يا اخي ده احنا عندنا عد معايا كام رئيس مجلس اداره وعضو مجلس نواب. النائب طارق السعيد. ايوه قلتها قلتها في اول حلقه. الكابتن حسام غالي. الكابتن حسام غالي في الاهلي. النائب كان من فتره بسيطه جدا النائب سليمان وهدان نائب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك. فترة سابقة. النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية. النائب مرتضى منصور كان رئيس نادي الزمالك. النائب أحمد مرتضى منصور كان نائب رئيس نادي الزمالك. كان قصدي عضو مجلس نادي الزمالك. في المنصورة في النائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ. مظبوط. ورئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد. ده انا اللي فاكرهم بس. النائب حازم إمام. ده كتير قوي. حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد كورة. فانا مش فاهم اللواء ثروت سويلم عضو رابطه الانديه. فانت يعني لو احنا بنتكلم على فكره يعني لا اسماء كتير قوي. ده في اسماء كل ده انا اللي فاكرهم دلوقتي. مفهوم. هل كل ده غلط؟ برضو انا برضو مش عايز اتكلم كغلط او صح من ناحيه قانونيه على فكره. عايز اتكلم من ناحيه منطقيه واحنا جوه النادي. لما تشوف الامثله دي كلها قدامك. يعني في القانون في قانونيه يكلموا فيه احسن مني اكيد. لكن انا بتكلم على المشهد العام. كل اللي انا ذكرت اسمائهم دلوقتي الساده النواب اللي ذكرت اسمائهم ما هم بيشاركوا في هذا العمل. وفي ناس يمكن مسكت بعض المناصب ومش اعضاء مجلس النواب واساءوا فيها. نزل. يعني قصدي احنا محتاجين نعيد تفسير فكره اتفرغ يعني اعمل ايه. ده اللي محتاجينه عشان خاطر نفهم الموضوع بشكل كويس. لكن هو خلاص احنا امام دلوقتي حكم.
بالظبط هنتعامل معاه برضو باجراءات قانونيه بشكل واضح طبيعي. جدا، وان شاء الله انا واثق جدا في القضاء المصري انه في الاخر هيدينا حقنا.